أهلا بيكم. عيون الأطفال، كتير من الناس ما تعرفش إن ممكن الطفل يتولد وعنده مشكلة في عينه. المشكلة الأكبر إن الطفل عمره ما بيشتكي، لو عين سليمة وعين ضعيفة ده بنسميه كسر العين. لازم تكشف على عينين طفلك بواسطة الطبيب المتخصص اللي بيكشف على العين خارجيا وداخليا. يعني إيه داخليا؟ داخليا يعني الله لا يقدر ممكن الطفل عنده مشكلة في الشبكية، عيب خلقي في الشبكية، عيب خلقي في الجسم الزجاجي، عيب خلقي في عدسة العين، ارتفاع ضغط عينين الأطفال. كل الحاجات دي لا تكتشف إلا بواسطة الطبيب المتخصص اللي ممكن يصل كشفه عن طريق البنج كل الأطفال عشان يقدر يكشف عليهم بوضوح. حاجة تانية، ربنا ممكن يخلق العينين الاتنين مش زي بعض، عين بمقاس طبيعي جدا جدا بتشوف بعيد كويس جدا، وعين تانية في نفس الشخص أضعف، قصر نظر أو طول نظر. الفرق بين العينين الاتنين ده بيسبب مشاكل بالنسبة للأطفال، لو ما اكتشفتش من بدري ممكن تؤدي إلى كسل في عين الطفل ده. يعني إيه كسل؟ كسل يعني عين سليمة والعين التانية ضعيفة، فالمخ يعتمد على العين القوية ويهمل العين الضعيفة. لما تهمل هذه العين في المرحلة الأولى اللي المخ بيكون فيها الصورة لن تتكون أبدا. لو سمحتوا اكشفوا على عينين ولادكم، وخاصة لو في فرق في النظر لازم الطفل يلبس النظارة، لازم العين الضعيفة تتقوى بتغطية العين القوية اللي بنسميها تنشيط العين، لازم تتابع مع دكتور العينين المتخصص لكشف أي تغيرات بتحصل في عينين طفلك من بدري، وتداوم على الكشف الدوري. شكرا جزيلا.